والله مع الدنيا. يا ريت لايف والله تحكي يا مش اخوي، تحكي معك يا مان. يا ريت والله يا اخوي، بس انا خفت تطلع بس جبت فيك في الاخر، بس هكشفها الاخر يطلع هكشفها يعني. اه يطلع وائل ولا حاجه هكشف ميتين ابوها. قالك هكشفها يا مؤمن سبا. هكشف بس. مؤمن نعم يا سيدي. يا عم صوت البنت ده مش علينا. اه مش بنت معناتها. شكرا يا عم بركة، خلاص شكرا عم بركة، شكرا والله هطردك من روما. انا في ناس هذا الكل، في ناس هذا الكل ولد يا مؤمن. احكي يا مؤمن. طب يا جدعان الروم تحت في روم لوحدينا. طب انينا في روم لوحدينا صحيح، انت بتقدم الناس ليه؟ بركه هبوسها صاحبي. تعال تعال بركه انزل. ليه ليه خايف ليه؟ هبوسها صاحبي. هات بوسها بركه. ها؟ اه شوف لي بوسها جنبك. يا ما ايوه يا سيدي. ما تحبش تحكي معايا يا مؤمن؟ لا ما احبش. لا هو سبحان الله نفس السيد، بس في تغييره كده. اه بالظبط سبحان الله يعني نفس اللهجه يعني. ده لو اختك مش يعني اسف يعني مش تبقى كده. انا نحب نحكي معاك. لا مو انا مش حابب الصراحه. ما علاش عندك سحبتك اهو عندك في زيزو. زيزو عمل ميوت عشان زيزو بيتكسر بيت زيزو سنين كشفش على حريم قبل كده. يلا يا عم عمرو يلا. يا سيدي ايه يا كابتن باركر بس غير غير باركر بس بالحق غير غير الصوت وكلمنا غير الصوت وكلمنا. اه يا مش بدون كده. يا مش فاهم يودي في ناس هذا، يا نهار اسود ده كلام بجد، ده كلام حقيقي ولا ايه؟ يا نهار اسود ما تلاش مرتجل. ما وي نيد تو تشيك. ما فهمناش كمال. اخرج اخرج انت دلوقتي، امشي انت دلوقتي، امشي انت دلوقتي. نعم يا بارك. والله بصراحة ما تصورتكش هكا يعني حشيش. والله أنا متوقع أن أنت بس بيوتي على إيه؟ أنا حسان كروي ترجم لنا يا جماعة. آه ما فهمونيش يا جماعة، ما فهمنيش مقولة. والله فاهمينك يا عم. بركة بركة أنا مش عم، أنا عمة. عمة؟ إيه يا كابتن مؤمن؟ يقول لي يا عم. والله انا اتمنى يا والله اتمنى والله، بس لو ان شاء الله زيزو ما يفتحش المايك. اتمنى ماذا؟ تعال تعال انزل تحت، انزل تحت، ما انت ما تتكلمش قدام الناس. انت ولي؟ ها انا ولي سي انا ولي. علاش تسمع في صوت راجل؟ طب اسمك ايه؟ طيب ايش قولك؟ اعطيني اسم من عند بركره. وائله. انا بركره اهو. وائله بركره. اي علي انا هو انا في الاسم. تو ما كنتش تسمع فينا زوز نحكي بحال بعضنا. تسمع في صوت بركر وتسمع في صوتي انا احكي صح يا مؤمن؟ يا ايوه يا بركر تفضل. ولا نوب صاحبي يطلع انا وانا مش عارف اقول لك ايه بصراحه. انا خفت كل دي اشتغاله في الاخر. انا اجيب لك عمر محمود. وانا قلت لك انا اتمنى يسيبك في الوقت الحالي. ليه بس عايز ايه بركر يا سيدي؟ انا اتمنى ما عنديش مانع. انا موافق. عمر محمود بيحب موافق على شو يا مو؟ ايه هي اكلمها انا ما عنديش مانع. يكلمني نسمع فيك. ليه بس اي هكه ولا يا ستي ما احنا فاكرينك بتالفي. اي هكه ولا هكه. اي سافا مؤمن انت لباسه يعني ايه كان ترجم لي يا جماعة؟ معلش الصفا دي ترجم له. ترجم له. الحمد لله نحمد ربنا. انت اخبارك ايه؟ الحمد لله يا رب يا رب دايما. وقتاش باش تجي تخطب؟ وليه؟ وقتاش باش تجي تخطب؟ انا اخطب على طول كده؟ احنا يعني استنى طيب نتعرف. احنا لحقنا ايه الدخله الحامي وانا بقول ايه جاتون تعرفوا؟ ايه جاتون تعرفوا؟ هو بالراحه واحده واحده ان شاء الله الدنيا تمشي. ايه تخطبوا بعد نتعرفوا مساج. يا سلام يعني نخطب الاول بعد كده نتعرف. ايوه مش عايزه يعني. طب ليه؟ الاول ده ابوها ما شافهاش. مش لازم اشوفك الاول عشان نعين البضاعه ولا ابوها ما شافهاش. لازم اشوف الاول. طب على الاقل صور. طب دراع. طيب وريني تصويرته. ما هو انا زمان عينك اخبار نزلنا بقول لك مؤمن ابعت لنا الصوره بتاعتك يا اسطى اللي انت يا باشا. ادخلي على الفيس عندي اهو متلقح صور قد كده. ادخلي قلبي بالالبوم زي كلها.
بس في صوره انا لازم كان انا لازم اشوف صوره. نعم اتفضل. شفت شفت فيلم شورت وسلينا وكاب. انا شفت شورت وسلينا وكاب الصوره بتاعت العضلات اللي عمل عضلات ماشي. بس دي زمان قوي دي كده. انا كده ارجع لورا بقول لك عندي الصوره دي. استنى بص على ايوه يا باشا فاكر صوره اسكندريه. امسحها بس امسحها بسرعه. امسحها بسرعه يا عم. اقول لك على حاجه. ما هو اقول لك على حاجه. ما لازم واحد يعرف حقيقتي قبل ما يعرف. وكمان انا ما بكدبش يعني. والله إيه عاجبك على كده كويس. اهلا وسهلا. مش عاجبك مش اول مره تريش. الله عليك يا كابتن. كسبتي فنان معايا فرشتي ورولتي ما يعني. طب حاجه على الفيس. طيب يعني ابعت لنا الاكونت على الفيس يا باركر. يا بس ابعت لك حاجه على الفيس. ابعتها لها. حاضر يا باركر. ما فيه. تبعت لي لا يا ما قالك ابعت لك حاجه على الفيس. بقول لك ابعت لي اكونت بتاع الفيس. قالك ابعت لي الاكونت بتاع الفيسبوك. ابعت لي اكونت بتاع الفيس. ما فهمناش. ايوه فاهم. ما احنا تو في الفيسبوك بتاعك يا مام. شوف الصور بتاع الفيسبوك بتاعك. انا فرشت صورك انا تو. طب خد الاكونت بتاعي. انت معاك الاكونت بتاعي برضه. خد الدور. والله اتمنى يعني كان الحوار يكمل على كده. حاسس ان هو هيفشل في الاخر. بس كمل كده يا مؤمن. بقول لك انت هتكمل. الله يبارك لك يا باشا. يا باشا انا اتمنى اي شيء. انت عارف ان انا اصلا واقع يعني. يا مؤمن شفت انا نفسي كمل حاجه بيها يا مؤمن. الفرح والله والله يا بركه. مش عارف اقول لك. انت راجل محترم يعني. بركه بركه اسمع. ده عمر محمود والنبي بعد اذنك بسرعه. بركه خد الصوره. خد كده يا اسطى. احدثنا عند عمر محمود حالا. ليش بيجي تخطب مؤمن عاجبني باركورة. 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 عاجبني في الصور. طب انا برضه لازم اعين قبل ما اخطب يعني. قبل ما اقول او لا او اخذ قرار لازم. ما عندكش صور. ما عندكش ثقه فيا انت يا مؤمن يا صاحبي. لا ما يعني بصراحه عندي صور بسرعه. عندي صور طبعا بس لازم اشوف. انت تشوف صح. لازم اجي الصوت. باركر بالله يلحق التصوير. جات لي فكره حلوه. جات لي فكره حلوه بس احدثني فوق يا اسطى. طلع كوينا اساسن. احدثنا اساسن بسرعه بسرعه. اوكي جات لي فكره. جات لي فكره يا باركر والله. بص يا باركر. بص يا باركر. يوزر واز موفد اوت اوف يور شانل. باركر بص في كده حاجه محتاج على الفيسبوك. قصدي على ما بلاش بقى كابتن كريم انت. ايوه اديها لها. يمكن ايه يا ماما. بقول لك يا بركه. ايه ده بيتكلم فيك. بيتكلم فيك يا بركه. بص يا حاج انا جات لي فكره حلوه. نو انت في خطوبتك ولا فرحك اجي لك ان شاء الله. ايه رايك ونتفرج بالمره. لكن انا هخطب انا نحب تو عاده. هو يحب له من فنفترض ان احنا بص انا بص انا مش مده طويله ليه يا عم يعني. اشمعنى انت مده طويله وانا اللي مده قصيره. وانا حد قال لك ان انا عندي 30 سنه انا لسه في اول السكه يا ابني. ده انا 24 سنه. عندك كم سنه؟ 24. بيك او قايس هذيك العمر اللي حب عليها. انت كم سنه ان شاء الله؟ 21. يا سلام. يا بص ده سن الخطر. عارف لو 22 ما وافقش. ها؟ بقولك لو 22 ما وافقش 21 اوافق. يا بيه ما لازم بروحك جخت. والله مش قايل. قولي كده تاني. ايه اللي قلتيه؟ اللي تاني كده؟ انت محتاج مترجم يا ابني. انا والله محتاج مترجم للاسف. العيشه تبقى صعبه. شايف كيفاش نقول ازر بروح؟ ازر بروح كيفاش؟ ازر بروح بالمصري. بسرعه وتعال اخطب بسرعه واجي اخطب. اقعد كده اقعد. طب بص يبقى كده في حاجه من اثنين. هاتيها ماشي. في حاجه من اثنين. يا اما البضاعه مضروبه. هو اللي بيعيط حقيقي ولا ده ايه ده؟ يا اما فعلا الموضوع حقيقي يعني. انا ما عنديش مانع. انا موافق والله. انا موافق مبدئيا. بركرايا اما اسمنا اصلا ما عرفناش اسمك ايه. استنى يا بوزه. ما عرفناش اسمك ايه صحيح. اميره اميره حبي انا. اميره حبي انا. اميره قلبي. اميره قلبي. يا سيف يا عم سيف انت. ابعث له. خليه يعدي. ابعث لي صوره. انا ارجع حرقه انا. انت وهي مركبه على وجهك. بقول لك ايه يا بركه.
بقول لك يا بركه انت عندكم عزومه النهارده ولا ايه؟ واسع عزومه دي؟ نوع عزومه عزومه يعني وليمه؟ وليمه 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 عاملين قعده عرب والله مش عارف اقول لك يا بركر يعني انا شاكر ليك جدا طبعا بس يعني يا ريت الموضوع يطلع حقيقه انا موافق لك يا زيزو الخطوبه من الخطوبه في مصر ولا في تونس ايه يا باشا شوف اللي انا بعته لك مبروك يا ماما الله يبارك فيك بس انا عايز افهم مين دخل معانا الرؤيه فين يا شباب اعطيكم الصوره لا هاي صوره صاحبي مين اللي دخل معانا الرؤيه يا كابتن شوف شوف فين مين مومك ده هي دي أميرة أميرة دخلت تلعب معانا لا بس مين ده بقى مش عارف يا مو بتقول له بقى انت فكرت تشتغلها اكونت انت قلت لي دلوقتي يا عم ده احنا بنبارك لك يعني يا عم ما انتش ايوه صراحه عرفت قلت حاجه ساعه هاي الصور هاي الصور على العام مش على الخاص يا الحارس على طول كده وانت كيو الترافانتيكي ايوه يا كابتن بوز امورنا ايه فريدي فيك فريدي فيك فيك يعني قسما بالله ما هي فيك بقول لك يا بوم بص بص دي صوره البنت اللي بتكلمني دلوقتي والله لو هي ده انا هاجي دلوقتي بوم دي دلوقتي حالا ده انا جيلك ده انا اتجوزت على نفسي يا راجل بص يا صاحبي سيد القوم سيد القوم خادمهم اوعى تقول لي اللي كانت في العربيه سيد القوم خادمهم انت عرفت ازاي يا رسمي ما انا شفتها اساسا من يومين لا ده انت واضح ده معروفه بنت هي دي بتتعرض على كله وبعد كده بتيجي هنا ولا الطلبه دي ولا ايه يا عم عمر انت قلقتني شادي شده بيقول لي الباص لا مو بحسرتك والله كابتن باركر لو هي دي يبقى على البركه يا عم ده ميك اب كله انت بتصدق دي والله هي قسما بالله طلع عمر محمود دي اللي كانت بتكلمني دلوقتي ايوه ديك اهي باركر هات اللينك يا زيف ماشي انا موافق بقول لك يا كابتن عمر انا موافق بالبضاعه اللي عليها دي كلها ومسجل ما حدش عمل ريكورد يا عمر انا بقول لك يا عمر يا باشا عمر انا اللي راقبني وانا بشرح يا اسطى يا زيف ده مؤمن ما عملش الريكورد ليه يا عم انا عملت ريكورد ليه انا عملت يا سلام باركر بابا وانا بشرح يا عمر عايزين وانا بشرح انا ما فهمتش يا شباب عايزين نبل الشربات ايه يا باشا ظهر لي خجول مؤمنك يا شويه انا بقول لك عايزين نبلوا الشربات اهو انا بكلمك اقول ايه ده بتاعه ايه اقول ايه باركر انا بقول لك لو هي بالمنظر ده انا موافق مبدئيا باركر هي تقرب لك يا باركر ايه تقلب ايه طب ابعت لي صوره